التلفزيون العربي. واشنطن معنا مراسلة التلفزيون العربي ريما أبو حمدية. ريما مرحبا بك. بداية ضعينا في آخر المعلومات حول وضع بايدن الصحي بعد إعلان البيت الأبيض عن إصابته بكوفيد 19، وأيضا وماذا عن ردود الفعل؟ هل هذا الوضع الصحي الآن ربما يغير من المعادلة ومن ترشحه في الانتخابات الرئاسية؟ نعم هنادي، وهو ما قاله الرئيس بنفسه، سيتنحى عن هذا السباق الانتخابي في حال كان هناك أو أصيب بوضع صحي يتطلب منه القيام بذلك. ولكن الرئيس عندما أعلن البيت الأبيض أنه أصيب بفيروس كورونا، حتى في ذلك الوقت أعلن أنه بخير وقال أنه جيد، تمنى أو شكر أولئك الذين تمنون له الشفاء، وقال أنه سيواصل عمله كالمعتاد من المكان الذي سيعزل نفسه به، منزله في رهوبث بدلوير وفق ما يطلب منه الأطباء. إذن الرئيس الأمريكي حتى عندما يعلن البيت الأبيض أنه مصاب بفيروس كورونا يقول أنه سيواصل عمله، ولا يتوقع في حال كانت هذه الإصابة طفيفة كما أعلن البيت الأبيض وكما أعلن الطبيب المعالج لبايدن، إصابة طفيفة بعض يعني أصيب بالجهاز التنفسي العلوي، حتى هذه اللحظة لم يعلن أنه أصيب بارتفاع في درجات الحرارة. كل ذلك يعني أن الرئيس سيتخطى هذه المرحلة، ليست المرة الأولى التي يصاب بها بفيروس كورونا. عام 2022 في شهر يوليو أصيب أيضا بفيروس كورونا، وحينئذ قال البيت الأبيض أن بايدن يتابع أعماله عن كثب بالرغم من إصابته، والآن نتوقع المزيد من ذلك. هذا من جهة البيت الأبيض هنادي، ولكن على الجانب الآخر هناك بطبيعة الحال من سيقولون أنه يصاب بهذه الأمراض. قبل أيام في وقت المناظرة قال أنه أصيب بنزلة برد، الآن بفيروس كورونا. كل ذلك سيقول أولئك الذين يريدون من بايدن الانسحاب من السباق الانتخابي، سيستخدمون هذه الأمراض ليقولون أنه 80 كبير في السن، مناعته ضعيفة جدا، وبالتالي يجب عليه الانسحاب من السباق الانتخابي، لأنه من الآن فصاعدا مع هذا العمر والتقدم في العمر وكل ما تتطلبه الحملات الانتخابية من السفر والحديث والالتزام بالمواعيد والالتقاء أو اللقاء مع عدد كبير من الناخبين والمنظمات المختلفة والاتحادات المختلفة، كل ذلك سيزيد من ضعف مناعة الرئيس الأمريكي، وبالتالي قد يستخدمه البعض لزيادة الضغوط على بايدن للانسحاب من السباق الانتخابي. ولكن كما نرى حتى هذه اللحظة بايدن يقول إنه بخير، كان قد رفع إصبعه عندما ذهب إلى الطائرة الرئاسية بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا. كل ذلك يشير إلى أنه ماض في هذا السباق، ولكن بلا شك أن ذلك سيزيد من الضغوط عليه للانسحاب. وإلى ما تشير ريما استطلاعات الرأي الأخيرة فيما يتعلق بالحزب الديمقراطي وأيضا على مستوى الجمهور؟ نعم، يعني على المستوى الديمقراطي آخر استطلاعات الرأي تظهر أن أكثر من ثلثي الأمريكيين يريدون من بايدن الانسحاب من هذا السباق الانتخابي وفتح المجال أمام مرشح آخر للمشاركة بهذه الانتخابات وهزيمة دونالد ترامب. التخوف الأكبر لدى أولئك والتخوف الأكبر لدى الأعضاء في الكونغرس الأمريكي الذين أعلنوا صراحة حتى هذه اللحظة أنهم يريدون من بايدن الانسحاب هو عدم قدرته على هزيمة دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة بسبب وضعه الصحي، بسبب قدراته الحسية الإدراكية والجسدية، بسبب كل التلعثمات التي أصيب بها على مدى الأيام والأسابيع بل والأشهر الماضية. لذلك نرى هذه الاستطلاعات التي تظهر تراجع شعبية بايدن بشكل كبير، ولكن أيضا أكثر من ثلثي الأمريكيين يريدون مرشح آخر ليحل محل بايدن في الانتخابات المقبلة. طب ما أهمية ريما التصويت الافتراضي المقرر في الأسبوع الأول من أغسطس في هذا الموضوع؟ نعم، يعني هذا عمليا يقول الديمقراطيون إذا ما تم بالفعل هذا التصويت الديمقراطي فهم يستبقون ما قد يحصل في المؤتمر الوطني من إعلان بايدن كمرشح للحزب الديمقراطي للرئاسة، أي أنهم يطلبون الآن هذا التصويت الافتراضي ويكسبون الوقت
قبل زيادة المعارضة لبايدن قبل المؤتمر الوطني الديمقراطي المنعقد الشهر المقبل. بمعنى آخر، نعم، أولئك الذين يريدون عقد هذا التصويت يريدون أن يحصل بايدن على ترشيح الحزب الديمقراطي قبل بدء هذا المؤتمر، لأنه قد نشهد الانقسام الكبير في، كما يتوقع البعض، انقسام في المؤتمر الوطني الديمقراطي، بمعنى أن يكون هناك انشقاقات كبيرة بين المندوبين لصالح مرشح آخر لم يتم الإعلان عنه حتى الآن. شكرا جزيلا لك مراسلة التلفزيون العربي ريما أبو حمدية من واشنطن. التلفزيون العربي.